حقيقة. الشوط الثاني هو الشوط الخاص بالابكار المهجنات الصاي الذي يعلن هذه البداية القوية لهذا المسار وهذه الانطلاقة المتميزة. ما شاء الله، هنا نبدأ بالمركز الأول، نذهب إلى نجود في المقدمة لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير اللي تبدأ أيضا من خلال هذا المسار. المركز الثاني يا سلام الشامخة، في المركز الثاني اسمه شيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم وأيضا غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري الذي يعلن هذا التواجد. نعود المركز الثالث وهناك بصوغان اسمه شيخ سيف بن خليفة بسيف النهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في هذا التحدي. بينما المركز الرابع يا سلام على المركز الرابع، الضبيع المركز الرابع اسمه شيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم وهناك إذا سالم بن سعيد بن منان في هذا الانطلاق. بينما المركز الخامس عودة إلى بصوغان اسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بن عرطي الحميري. وهنا على المركز السادس يا سلام في انطلاقة بصوغان اسمه شيخ سيف بن خليفة سيف النهيان، هناك ايضا شاهيني اسمه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. وهناك ايضا الدخول مع المركز السابع، هنا نعود مع المركز السابع مع شاهيني لاسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم، هنا خالد بن المر بن حلوه الذي يعلن هذا التواصل. والمركز الثامن هنا تظهر في اندفاعها يا شاهيني اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن محمد بن مروشد. والمركز العاشر يا سلام يا سلام اللي انطلقت ايضا في هذا الانطلاق الى المركز التاسع، وصلت في هذه اللحظه يا شاهينيه لسعاده شيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدوجي في هذا الانطلاق. وهناك المركز العاشر يا السلام هي المتواجده ايضا لهجن العاصفه في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي بالصوغان وايضا التضمير لحمد بن راشد. إذن هنا مع البداية مع هذه الانطلاقة التي تعلن هذا التواجد وتسير أيضا بالبداية الأولى يا سلام، انطلاق وانفراد وتحدي من هذه اللحظات مع نجود. نجود نجود سجلت هذه الإنجازات وهذه التحديات. نجود هنا تنطلق في هذا الاندفاع وتسير أيضا محملة بهذا المسار الذي يعلن هذه البداية. نجود يا سلام، نجود 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 هنا في المركز الأول وفي البداية الأولى لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير تجود أيضا على هذا المكان وهذه اللحظات وهذا الاندفاع. المركز الثاني هناك المركز الثاني الظبي لاسمه شيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم سالم بن سعيد بن منانه الذي يعلن هذا التحدي وهذا المسار. بينما المركز الثالث هذه انطلاقة شاهينية لاسمه شيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري. والمركز الرابع هذه في المركز الرابع نعود مباشرة مع الشاهينية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي. أعود للمركز الخامس في هذا الاندفاع يا بصوغان اسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز السادس يا سلام على المركز السادس في هذه اللحظات بصوغان اسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. والمركز السابع نعود هنا ونصل للمركز السادس الذي يحمل هذه البداية وهي شاهينية اسمه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. والمركز السابع الدفاع ما شاء الله لكل الأسماء، ولكن نبقى مع المقدمة نتابع هذه البداية نتابع هذه الانطلاقة نتابع الظبي التي غيرت على مقدمة هذا الشوط من خلال هذا المسار لسمو شيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع سالم بن سعيد بن منانه الذي يطلق العنان لهذا الانطلاق ويطلق العنان. هنا مع هذه اللحظات مع هذه الانطلاقة المركز الثاني نعود مع المركز الثاني شاهينية لسمو شيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مسفر بالقوبع الذي يتابع هذه اللحظة. والمركز الثالث تعود هنا أيضا في هذه الانطلاقة شاهينية أو نجود لهجن العاصفة مع حمد بن راشد بن غدير. هذه الأسماء
اذا هنا العودة للمقدمة والصدارة والانطلاق وايضا للمسار الذي يحمل هذه البداية الموفقة التي تحمل هذه الانطلاقات وهذه اللحظات الجميلة. يا سلام، نعود الى بداية هذا الانطلاق، بداية المركز الاول، بداية المنافسة الاولى التي يشهدها هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا سلام، اذا هنا في انطلاقة هذه اللحظات. يا سلام يا سلام، هنا نتابع هذه اللحظة، نتابع هذه الانطلاقة، نتابع هنا المركز الأول في هذه الانطلاقة. هي الضبير سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع سالم بن سعيد بن منان المتحدي يبدأ بالانطلاق، وهنا على المركز الثاني شامخة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مسفر بالقوبع. منافسة ثنائية تحمل في هذا الانطلاق وهذا التحدي وهذا التنافس على أرضية هذا الميدان. هنا المركز الثالث وصلت هنا من خلال هذه الانطلاقة التي تبدأ في هذا المسار. يا سلام يا سلام يا سلام، هنا ايضا الهمال اللي تأتي ايضا على انطلاقة المركز الثالث لأجل العاصمة مع حمد بن راشد بن غدير من خلال هذه التحديات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اذا هنا نبدأ في هذه الاندفاع ونبدأ في مسار هذه اللحظة. وصلنا الى خط النهاية، وصلنا واقتربنا من خط النهاية. التقدم اللي بدأ الان، التغيير اللي بدأ الان، وصلت الهمالة، الهمالة لهجن العاصفة تهارينا والناموس لهجن العاصفة على فوز الهمالة بالمركز الاول في هذا الانطلاق. المركز الثاني الضبيل لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المقدوم، والمركز الثالث كانت شاهينيه لسعاده الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم ال ثاني. في المركز الثالث والمركز الرابع الشامخه لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد ال مكتوم، والمركز الخامس كانت الشاهينيه لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم. هذه الانطلاقه، هنا التحدي، هنا المسار الذي يبدا في هذه اللحظه محددا اندفاعي هذا الشوط، اندفاعي هذه الإثارة التي تحمل هذه الثلاثية على المقدمة. هنا نعود بالتوقيت الزمني 7:51، 3 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني اللي صاحب وجود الهمالة على المركز الأول تهانينا والناموس لجل العاصفة تهانينا حمد بن راشد بن غدير الضبي. في المركز الثاني 7:52، 8 أجزاء من الثواني إذا تهانينا والناموس لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا سالم سعيد بن منانه السويدي، والمركز الثالث كانت تواجد الشاهينيه 7:53، ايضا 8 أجزاء من الثواني. بالوفاء والتمام والكمال ايضا في هذه الانطلاقه تهانينا والناموس لسعاده الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، تهانينا لسالم بن عامر المدهوشي. اذا هذه الانطلاقات التي تحمل هذه البدايه وتحمل هذه التحديات وتحمل هذه المنافسات. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، مشاهدينا